كابتن شريف، ألف 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 مبروك، فوز مستحق. ألف مبروك كابتن. إيه الفوز الحلو ده؟ ده جميل وإيه اللعيبة الحلوة دي؟ طبعا وإيه الجمهور الحلو ده؟ صحيح، يوم جميل، ويوم جميل يمين وشمال. يوم مش من أقصى، من أقصى من عند مصطفى عبده، من الجنوب لحد مصطفى عبده لشريف عبد المنعم. بقول لك عودة الثقة جميلة جدا، عودة الروح جميلة جدا. الأهلي بيلعب بروح النهاردة، صحيح، الأهلي في كل الملعب، تعويض لأي لعيب بتقطع منه كرة، اتنين تلاتة لعيبة بيجروا بدون مسميات أسماء يعني، فهمتني؟ صحيح. هذا هو السلية. لو عايز بقى المانشيتات يعني، ديانج الجميل، أفشة، ياسر، عبد المنعم قبل ما يعني اصابه وعمل مباراه كبيره، معلول كالعاده، محمد هاني، ايه التألق الجميل ده والعوده دي؟ يعني النادي دي كان عليها ضغوطات يا كابتن ايمن كبيره جدا، ومسؤوليات كبيره جدا، في وقت كل ما بنحاول نلصم لعيب او اتنين ونقف على راس حربه او اي حاجه يقع مننا، يقع مننا اتنين تلاته، النهارده بيقع مني عبد المنعم. ما زالت الحكايه الحمد لله كويس، بتتربع تاني النهارده على العرش، وبتتربع على المكانه بتاعتك الطبيعيه بفارق كبير، بثلاث نقاط. مش عايزين زي ما اتفقنا في اول مباراه ما نبصش ورانا، احنا بنبص لقدام. احنا بهذا الاداء وبهذا الشكل وعودتنا باللعب في استاد القاهره الحقيقه النهارده طبعا شكل جميل برضو. صحيح. حاجه تانية، تكسبت فرقه تعد من اقوى الفرق اللي انا بعتبرها في الدوري العام. ان ما كانتش الفرقه الثانيه بعد النادي الاهلي. كويس؟ لعيبه محترمه جدا. كل واحد ليه تقل في الملعب. اثروا الملعب وعملوا لنا مباراه جيده جدا، اذا كانت من الاهلي او من البيراميدز. الاثنين بيروحوا على الجول، الاثنين عندهم كوره، الاثنين عندهم تسليم وتسلل، عندهم فنون اللعبه يعني. بس خدوا درس قاسي بيراميدز. مش على درس النتيجة. قاسي، لا، هقول لك يعني في توفيق برضه. في معلش. توفيق. لا، في توفيق كبير منك انت، لانك انت التركيز اللي واضح في الملعب. احنا كنا مشكلتنا يعني انهاء الهجمه. انما الرؤيه والبصه لفوق والكلام من ده، والتصويب من الخارج، واستغلال الضربات الثابته زي ما اتفقنا، كل ده برغبه. كل ده بقى انا عايز النهارده ابقى موجود. انا مكانتي مش اللي انا فيها دي. احساس اللعيبه بكل الضغوطات اللي كانت موجوده. انا مش هطول عليك، انا سعيد جدا النهارده باداء لعيبه النادي الاهلي. طبعا. ايه اللعيبه الحلوه دي النهارده؟ من حقكم النهارده الحقيقه تنبسطوا وتهيصوا وتاخدوا لكم يوم اجازه جميل كده، وبنشكركم بجد احنا كاعضاء بالنيابه عن كل الموجودين هنا من القناه كلها. انا بشكركم كلكم على الاداء الجميل ده، ومن ماتش لماتش باذن الله ما تقولوش عن كده باذن الله.